حياكم الله من جديد. الهدر الغذائي هو تحد عالمي، حيث يهدر العالم سنويا ما يقارب 30% من الأطعمة المنتجة، وتزداد المشكلة وضوحا عند مقارنة هذه النسب بواقع الفقر المتزايد عالميا. في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بأيام مخصصة لمكافحة الفقر والأمن الغذائي، يتزايد عدد الفقراء بشكل ملحوظ، ويواجهون صعوبات تتضاعف في مناطق النزاعات وضعف الأمن. كما تشير الإحصاءات إلى أن حل أزمة الفقر يتطلب تدابير جادة كإرساء السلام، تحسين التعليم، تقليل الهدر الغذائي، فكل جهد يبذل في هذا الاتجاه يعزز من استدامة الموال. هذا ما كتبه ضيفنا في مقال بعنوان عالم يجوع أطفاله. لمناقشة هذا الموضوع أكثر نرحب بضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ عبد الله السعدون، الكاتب الصحفي. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، شكرا لقبول الدعوة وحضورك. مساء الخير وشكرا للدعوة، وفقكم الله. هذا قل الواجب. خلينا نبدأ من العنوان. الحقيقة أنه مثير، أنه العالم يسعى أو جوع أطفاله وانتهى. لماذا العالم يجوع أطفاله أستاذ عبد الله؟ طبعا هذا حسب تقرير الأمم المتحدة، يوجد حوالي 750 مليون جائع، جوع حاد إلى مليار، هذا على مستوى العالم. أكثرهم للأسف في أفريقيا وفي آسيا، ونصهم من الأطفال. طبعا الأمم المتحدة كانت واضعة الهدف أنه في 2030 يقضى على الفقر الحاد، لكن هذا مو صاير. هذا من أهداف التنمية المستدامة. نعم. أي. نعم، على أساس يقضى عليه في 2030، لكن بسبب الحروب وبسبب النزاعات وبسبب الفساد أيضا خاصة في أفريقيا وفي آسيا، لم يقضى على الفساد، وعدم جدية الدول المتقدمة الغنية فعلا القضاء على. شوف، هدف بعيد المنال. يعني نعم، لأنه طبعا هو قل، لكن ليس بالدرجة المطلوبة اللي هو في 2030 يقضى على الفقر الحاد. في دول نجحت زي مثلا الصين، سنويا تطلع عشرات الملايين من الفقر الحاد. نعم، في دول أخرى لا، يزيد عندها للأسف. طيب هذه ترتبط بإيش أستاذ عبد الله؟ ترتبط بالوضع الاقتصادي، ترتبط بمكافحة الفساد، ترتبط برؤى حكومات معينة اليوم لانتشال شرائح من حالة إلى حالة، بإيش ترتبط بالضبط؟ أول شيء لو نتكلم مثلا الغذاء موجود وكافي، لكن الهدر الغذائي، وفيه دراسة المؤسسة العامة للحبوب دراستها في المملكة وجدت 33% نسبة الهدر، منها 14% بالإنتاج والنقل والتوزيع، 19% من الاستهلاك. ف33% تكلف المملكة حوالي 40 مليار ريال سنويا من سبب الهدر. نعم، ففي أسباب مرتبطة باللوجستيات المتعلقة بالحبوب، وفي شيء متعلق أكثرها للأسف ثقافة وعدم تقدير النعمة وطريقتنا في تقديم الأكل خاطئة. يعني لما تقدمها بصحون وتأكل وأكثرها يرمى حتى ما يستفاد منه، تجد أن هذا فيها هدر كبير جدا. بعكس لو أنها مثلا في حافظات وتأخذ اللي يكفيك ثم تتصل ب فيه الآن. لازالت الممارسة قائمة أستاذ عبد الله، يعني لازالت الممارسة قائمة، يعني ما ترى أنه يعني اليوم صار في وعي أكثر تجاه الطعام الفائض إذا جاز لنا تسميته، من خلال إعادة تدويره بشكل يعني جيد؟ يعني نعم، بس ودك يعني لما تدويره يكون نظيف. يعني أنت تبغى تعطيه مثلا أسر أخرى، لأن عندنا الآن جمعيات حفظ النعمة، صح، ودك أن تعطيه نظيف ما تلخبط بالأيدي، يغلفونه وهذا زينة وبديهم ويسوونه بعلب زينة وترى الوصف. إيه صحيح، بس إذا لمست بيدك وتأخذ وكذا ما يتلوث مهما يكن، مع أنهم يجتهدون يوخرون اللي كذا، لكن يظل.
أنا خلني بس نوضح للناس اليوم لما نقول هدر غذائي، أنت قلت شكلين من إشكاله، شكل مرتبط بالنقل والأمور اللوجستية، وشكل مرتبط إذا جازنا تسميته بالإسراف، ممكن تصنيفه بالإسراف. في أشكال أخرى للهدر الغذائي اليوم نتكلم عنها بالعالم، نتكلم بشكل عام العالم مثل ما قلت لك، يعني الحروب، طبعا الكوارث الطبيعية، الآن الحروب الأهلية، النزوح، الأشياء كل هذه كلها تأثر كثير في يعني كمية الغذاء. مثلا روسيا وأوكرانيا من أكثر اللي ينتجون حبوب في السابق، الآن صار فيه مشكلة يعني في هذا، فتزيد يعني طبعا التكلفة والتوزيع. التوزيع برضه يعني في هذا مثل ما قلت لك، يعني هو يتركز في دول معينة للأسف، وخاصة في دول العالم الثالث، الدول النامية أكثر ما وجود الفقر. ومثل ما قلت لك أسبابه الفساد، الجهل، عدم التعليم. التعليم يكافح الفقر، يكافح هذا يعني. وأنا ذكرت أنه من أسباب مكافحة الفقر على مستوى العالم هو تحسين مستوى التعليم، لأن يعني إذا تعلم الطفل أكثر الفقراء غير متعلمين، خاصة زي مثلا في الهند وفي هذا تلقى أسر بأكملها غير متعلمة. أنا بسألك يمكن سي عبد الله بجانب ثاني، هو الهدر هذا هل اليوم ينعكس على، هل يأثر اليوم على أسعار الغذاء؟ هل هناك ارتباط بين مثل مناطق معينة ندرة الموارد اليوم والفقر والهدر كمثلث اليوم نتكلم عنه؟ بلا شك كل ما زاد الاستهلاك وزادت الأسعار، يعني مثل البترول مثلا، كل ما زاد الاستهلاك لأنه عرض وطلب، شفت كيف؟ فنفس الشيء الغذاء، وغير الـ يعني أسعارها، يعني اللي هو تكريم النعمة ترى. الحين للأسف في رمضان أكثر شهر يصير فيه الهدر، نسرف فيه، يسرف، مع أن رمضان أن نجوع، تهذيب للنفس، نجوع اللي نشعر بالآخر الفقير، بالآخر ونعطيه. تجد أن أكثر الأشهر هدرا على مستوى السنة كلها هو رمضان، فهي ثقافة للأسف، ويعني يجب أن نتعلم في المدارس، يجب أن تكون خطب الجمعة، يعني مثلا خطب الجمعة مثلا قبل رمضان ما يتطرقوا للهدر للأسف، تبقى يتكلمون عن العبادات وهذه، بلا شك أنها مهمة جدا، لكن أيضا السلوك مهم جدا. خليني أسألك يعني واني بقتبس يمكن من مقالك سي عبد الله، قلت قد نجحت الصين في إخراج عشرات الملايين من دائرة الفقر الحاد سنوية، احنا هنا نتكلم عن درجات الفقر، هو ما أتاح لاقتصادها المزيد من النمو، حيث أن كل شخص يودع الفقر يصبح قوة ويضيف رقما إضافيا للمزيد من الأيادي العامل القادر على المساهمة في النمو والقدرة الشرائية. في المقابل، وهذا يمكن استدراك الحديثك، طالعنا مقاطع يمكن بشكل اليوم يمكن متكرر عن الانضباط في التعامل مع الغذاء من قبل أطفال يمكن ما يتجاوزون 3-4 سنوات في الصين. كيف يتعامل مع الغذاء الطفل؟ كيف له كمية محدودة؟ كيف مفروض أنه ما يبقي شيء في الصحن؟ طبعا ليه هالثقافة هذه أو هذه المفاهيم اللي موجودة ما هي منتشرة بالعالم؟ مش اللي يمنع اليوم أنها أصلاً تنتشر بالعالم؟ والله أنا أقول معظم مشاكلنا تحل عن طريق التعليم. هذول الطلب الأطفال الصغار تعلموها في المدارس، قد يكون تعلم في بيته، لكن أكثر شيء تجد المدارس. ليش؟ لأن المدرسة الكل يكون موجود فيها. الصين نجحت لأنها ركزت على هالفئات وعطتهم، بدأوا يحصلوا على وظائف وبدأوا يعني في تعليم، في تدريب، في مهارات قاعدة، لا، والاستثمار طال عمرك في الداخل، وهذه الآن سياسة المملكة.
الحين أنت يمكن لو سمعت صندوق الاستثمارات العامة قبل كم يوم يبي نقصون الاستثمارات في الخارج من 30% إلى 18 أو 20%. نعم. شوف كيف الآن دول أخرى في مجلس التعاون يقولون نبغى نسوي زي المملكة وبدل ما نستثمر كل شيء بالخارج نبي نستثمر في الداخل. الاستثمار في الداخل مثل ما قلت لك يعني فقير طلع يبدأ يصير منتج أطفاله بدل ما يصيروا فقراء، لأن إذا بقي فقير يطلع لك 8 10 مشكلة إنه ينتج ولا يعلم ولا ويصيرون كلهم فيزيدوا عدد الفقراء. ولذلك ركز على التعليم وركز على الوظائف المجدية لهالفقراء. يعني لو يطلع طفل واحد مثلا طبيب والمهندس يطلع أسرته كلها بأكملها، وبالعكس يصير قدوة لجيرانه لأقاربه لكذا وتحصلهم. لكن إذا تركتهم وعاشوا على الضمان الاجتماعي ولا عاشوا على الجمعية الخيرية تبقى. أنت ربطت أستاذ عبد الله بمقالك يعني في معرض حديثك إنه تحقيق أهداف الأمم المتحدة والتركيز على القضاء على الفقر الحاد في العالم، وسردت يعني مجموعة من الجزئيات. اللافت أنك ربطت اليوم بين الهدر الغذائي مكافحة الفقر ويمكن المشكلات الاجتماعية مثل العنف والمخدرات. الربط كيف ربطت هذا؟ أنت لو تشوف العنوان اللي هو يعني عالم يجوع أطفال. جوع الأطفال وش أسبابه؟ لها أسباب كثيرة، منها الهدر الغذائي، منها الفقر والجهل وعدم التعليم، شوف منها الفساد. كل الأشياء هذه مجتمعة تسبب جوع الحاد. شفت كيف؟ فالمقال يعالج هذه الشيء، كيف نقضي على الجوع في العالم وخاصة الجوع الحاد اللي هو ما يلقى شيء يأكله، شفت كيف؟ أو ما يكفي الأكل تلقاه يجوع. فالأسباب كلها اللي هو أوردت الهدر وأوردت مكافحة الفقر وأوردت هذه كلها لعوامل للقضاء على الفقر. الحمد لله احنا ما عندنا في المملكة ما في فقر حاد، لكن في أسر ترعاهم اللي هو الضمان الاجتماعي من خلال نظام أنظمة الحماية الاجتماعية. نظام جميل جدا صح. لكن كنت أقول اربط الضمان الاجتماعي أيضا بتعليم الطفل، تحسين التعليم. تحسين التعليم، تحسين التعليم هذا ضروري لكل المناطق. لكن أيضا الضمان الاجتماعي لو يتولى هالفئات هذه بحيث كل طفل وش تولى هم يدرسون طيب أساسا التعليم العام ولا تبغى برامج خاصة لا ما بها. أول شيء يترك التعليم يعني اللي يسمونه دروب اوت مثلا، بعضهم في المتوسط بعضهم في الثانوي ما يكمل المراحل المتقدمه. هنا متقدمه ايضا المراحل البدايه. انا ودي ان يدخل رياضه الاطفال، الطفل هذا الفقير ابغى اسس الصح، ابغاه يتفوق. ليش ما يتفوق الا الابناء يعني الاسر الغنيه اللي يستطيعون يروحون يودونهم مثلا مدارس عالميه ولا كذا؟ لا، انت ودك ان المدرسه الحكوميه تنافس المدارس العالميه وخاصه في المناطق النائيه وفي المناطق المكتظه وفي كذا، خلهم يطلعون. ما ضيق العيش الا فسحه الامل. اي والله احنا دائما عندنا فسحه امل وعندنا امل ان شاء الله. لا وبشرك نحن من حسن الى احسن. لكن لا شك، لكن احنا نقول انه ان شاء الله التعليم الحكومي، يمكن احنا افردنا حلقه كامله تكلمنا فيها عن المدارس الحكوميه والخاصه وليش تتفوق المدارس الاهليه دائما في 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 نتائجها وموهوبيها، لانه في تركيز مركز على الطالب في برامج واضحه والمعلمين. والمعلمين هذا جزء يعني مهم جدا، جزء كبير منه. لكن خلينا بسالك عن اسباب الهدر الغذائي اليوم في السعوديه. يعود لثقافة الاستهلاك، يعود لغياب الوعي. يعني اليوم احنا في جانب قيم كبير، جانب ديني، جانب عادات، جانب تقاليد، بس هو في كل واحد فينا يعني. وليه يستمر الهدر بهالشكل؟ هي مشكلتنا نركز على العبادات وننسى المعاملات. انا ودي حتى في المدارس نعودهم
نعودهم على النظافة، نعودهم على الاقتصاد، نعودهم على شوف جانب وعي إذا وعي لا بس تطبيق لا 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 تعطيه. أنا ما أبغى مثلا لا تعطيني نظريات، ما أبغى منهج اسمه منهج الأخلاق ولا مثلا الوطنية، لا أبغى أطبقها. شفت كيف الهدر المائي أسوأ من الهدر الغذائي، من أكثر البلاد شحا يعني لا إيه مليارات بعدين تفك وتقعد تناظره كذا. أنت لو تشوف برا، أنا رحت نيوزيلندا ورحت لبريطانيا، يحددون لك عدد الحصة الدقائق اللي تشغل صح فيها صنبور المياه إيه الشاور مثلا تبغى تأخذ مثلا هذا. يعني فيه هدر، والسبب إحنا مقصرين كآباء وأمهات، وأيضا مثل ما قلت لك للمدى الطويل ما عندك إلا نظام التعليم. أنا أعتقد هو الأساس في أنا أعتقد أنه هو اللي فعلا يطلع لك أجيال إن شاء الله قادة ومتعلمين ويضربهم المثل إذا 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 علمتهم صح بإذن الله. أنا أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هذا الطرح القيم الأستاذ عبد الله السعدون الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل لنا